have been delegated or asked for assistance by the Ministry of Agriculture, Government of Lebanon, to take care of vaccination of cows, the lumpy skin disease. بالنسبة لأني ما في حكيم بيطري إلا هني عبيده حكيم مدني ما في قليل ومشاكل العلف كثير غالي بيقدموا إذا بدنا أدوية إذا بدنا مريضة بقرة بحكمون كذا كثير كثير مشكرون يعني. This farmer now has 70 animals. He will vaccinate all the animals, notwithstanding the status of pregnancy, age, all the animals will be vaccinated across. عندي مزرعة فيها 70 راس بقر وبعمل حليب لبن ولبني وبيعه هون بالضيعة عندي عامل شكل معمل صغير يعني بالبيت وبوزع انتاجي هون بالضيعة يعني متكلين على الله وعلى اخواننا بالكتيبة الهندية بيساعدونا يعني بالادوية وبالطبيبة وطلعوا علينا كل وقت وباطل.